هنتكلم النهاردة عن أو المحاضرة دي عن البامب أبليكيشن، وإحنا بنقصد هنا البامب الحقيقة بالروتو دايناميك بامب اللي هي السنترفيجال مع البروبيلر بامب. أما نروح في الستيم باور بلانت هتلاقي البامب موجودة بكثرة هناك، يعني أبسط حاجة نمرة واحد البامب اللي هي بتسحب الكولينج ووتر عشان الكوندنسر ده، هي هتبقى ميكست فلو بامب. وبعدين نروح بعد كده نمرة ثلاثة البامب كوندنسيت بامب اللي بتسحب الكوندنسيت من الكوندنسر، برضو هنلاقيها سنتريفيكال بامب. نروح بعد كده نمرة ستة بوستر بامب اللي بترفع الضغط بقى اللي خارج من خمسة ده اللي هو الفيد ووتر تانك، إلى بتوديها إلى سبعة اللي هي الفيد بامب للبويلر. للبويلر فيعني هيبقى فيه مجموعة بامبس موجودة وكلهم سنترفيكال بامب. يعني طبعا نمرة سبعة دي هتبقى هاي بريشر بامب، ممكن تبقى تمانية هاي بريشر فيد ووتر هيتر، يعني اللي قبليه الفيد ووتر بامب ده هي هتبقى هاي بريشر وفي الغالب مالتي ستيج سنترفيكال بامب. أما نروح للنيوكلر باور بلانت أو نيوكلر رياكتور، هو نفس السايكل بتاعت الستيم باور بلانت، بس هناك الهيت جنريتد عن طريق البويلر انك بتحرق فيه فيول سواء كان غاز طبيعي او مازوت او فحم، هنا بتحرق نيوكلر اليمنتس. يعني هيبقى عندي قلب المفاعل اللي هو المنطقة دي اللي هو نمرة واحد الرياكتور بتحرق فيه رودز من الفيول اليمنت، لما يحصل التفاعل النووي بيولد حرارة عالية، بندخل بقى احنا جوه القلب المفاعل. يعني تعال نشوف نمرة 13 ده هتلاقي بيقول لك رياكتور سيركوليتنج بامب، يعني بامب بتخش تاخد الهيت جنريتد بتضخ في ليكويد يشيل الهيت جنريتد في قلب المفاعل ويروح بقى يعمل بيها ستيم، يعني يدخلها. يعني نقدر نقول فين البويلر، فين هاي بريشر فيد هيتر اهوت، وهنا ستيم جنريتور اللي هو نمرة 12. فين نمرة 12 اهو، يعني هندخل الليكويد السخن هنسميه الكولنت بالنسبة للرياكتور يخش على ال 12، هنا هنقدر نقول عليه زي هيت اكسشينجر، بتدخل له الكولنت اللي هو سخن جاي من قلب المفاعل وشايل كمية حرارة كبيرة، وبتعدي كمان من الناحية التانية مية، المية بتتحول إلى بخار، البخار بيطلع يروح فين؟ يروح إلى التربن، ومن التربن الباور بتروح للجنريتور، يرجع تاني للكوندنسر. نفس القصة مجموعة بامبس بقى كتيرة، هي زائد اللي زاد هنا يعني الكوندنسيت بامب موجودة والفيد بامب موجودة، اللي زاد هنا هو الحتة بتاعت المفاعل، الحتة بتاعت المفاعل عايزة كولنت. كولنت يعني كولنت بامب اهو، ادي الحته بتاع المفاعل هي زيها زي البويلر بالظبط، ها زيها زي بدل البويلر، وهنا بيطلع منها ستيم يشغل بيها السايكل بتاعها. وطبعا مجموعه بامبس يعني دي كوندنسيت بامب نمره 6، ونمره 9 اللي هي رياكتور فيد بامب الى اخره، مجموعه بامبس هتضيق تمشي لي السايكل سواء بتضخ ميه او بتضخ الكولنت اللي هو داخل للنيوكلير رياكتور اللي هو نمره 1، والنيوكلير رياكتور ده هو بيعمل لي ايه، بيولد لي بخار، يعني في كولنت وفي كمان في نفس الوقت زي هيت اكسشينجر بيعمل ايه، بيعمل العمليه دي. اوكي طيب نروح بقى للبايب لاين. البايب لاين سيمبلي ممكن يبقى عندك في اول الخط، يبقى هذا الخط هو مثلا خط طوله 300 400 كيلومتر، ممكن يبقى عندي
هاي بريشر بامب واخلص من الاول، لكن هم بيفضلوا في البايب لاينز الكبيره يبقى الزياده في الضغط على مراحل، زي ما انتم شايفين الضغط هنا كبير في الاول وبعدين يمشي مسافه الضغط بيقل يروح جاي مدخل بامب ثانيه ويمشي مسافه يدخل بامب ثالثه الى اخره، زي ما انتم شايفين مجموعه بامبس. الغرض من الحكايه دي انه ليه بيقسم التوتال هيد عشان يمشي الفلو في قلب البايب لاين على مراحل، انه مش عايز البريشر يعلى في الخط. لما البريشر هيعلى في الخط جامد معناه انه عايز ثيكنس كبير للخط، وبالتالي يبقى عايز انيشال كوست كبير ثمن الخط، زاد احتمال الخط ينفجر في اي وقت نتيجه للبريشر. اذا كنت انا هعتمد على 1 بامب في البداية أو بامب ستيشن في البداية هيبقى البريشر عالي، فاحتمال الانفجار يبقى وارد. لكن هنا ما تقول لي لا أنا هاخد البريشر العالي ده أقسمه على مجموعة مراحل، هيبقى الماكسيمم بريشر عندك أقل واحتمالية الانفجار تبقى انعدمت. ادي صاحبنا ده. طبعا واحد يقول لي المسافة دي هتطول، انتوا عارفين شايفين المسافة اللي بين تو بامب ستيشن كل ما تزيد البريشر يقل. طب يبقى الليمت ايه؟ الكافيتيشن، يعني يبقى عندي فيه كافيتيشن ليميت ويبقى عندي فيه فاكتور اوف سيفتي بحيث يبقى فيه ماكسيمم ديستانس بين تو بامب ستيشن. اوكي اهو نفس الحكايه اهوت، هو هنا بدا من الـ طبعا لو كان اعتمد على 1 ستيج او 1 بامب ستيشن في البدايه هيبقى البريشر ديستريبيوشن بتاعك اهو، لا هنا هعتمد على واحده تاخد نص، يعني على 2 على محطتين. المحطه الاولى هتضغط نفس نص الكمية، يعني مثلا هقول انا هو ده انا عايز 400 فيت، لا انا خليه يضغط عند 200 فيت الاول وبعدين يمشي الفلو وبعدين نرجع نعمل ايه هنسميها بامب تانية او بامب ستيشن تانية ترفع الضغط تاني من 0 الى 200 وهكذا. ده هي البامب اللي في النص دي بنسميها بامب بوستر بامب مضخ التقوية. القصة التانية طيب نخليها في الوضع سي ولا دي ولا ايه؟ كل ده كل ما زودت المسافة اللي بين البامب وبين البامب التانية، البامب الأولى والبامب التانية، معناها اللوسز في الخط بتاعك هيزيد، هنخش في موضوع كافيتيشن. يبقى الليمت بتاعي هو الكافيتيشن، هو اللي بيحدد لي الماكسيموم ديستانس اللي بين أول بامب ستيشن وتاني بامب ستيشن. أوكي. هنروح هنا برضو ده مفاعل ذري، يعني نفس الكلام بس صور بقى زي ما انتم شايفين. ادي المفاعل اهوت ومجموعة مضخات ومجموعة خطوط ستيم وبايب لاينز وانا بس بدور على البامب مش لاقيها. هتلاقي هاي ستيج بريشر لو نمرة واحد كوندنسر ووتر لاين، يعني ده منظر كده شيك لل 18 فنتليشن تشيمني عشان الهيت اللي موجودة تقدر تتخلص منها، اللي ما تخلصت منها عن طريق الكولنت. فيبقى ده قلب المفاعل والمفروض فيه شوية مؤثير، والمؤثير بتاخد الحرارة، الفلويد اللي داخل ماشي فيها بياخد الحرارة يحولها لي إلى الستيم جنريتور، هنا الستيم جنريتور. هنروح للكولينج تاور. كولينج تاور من احد القصص المهمه في الستيم باور بلانت، اللي هو بيبرد الميه اللي بتبرد الكوندنسر. فهتلاقي عندك مجموعه ادي الكوندنسر زهيت وادي مجموعه من المضخات بتسحب الميه من النهر هوت، ومن النهر وانت بتعديها على الكوندنسرز، وبعد الكوندنسر انت بتاخد المية السخنة لان المية دي انت نضفتها وصرفت عليها، مش هترمي بعد كده في النهر على طول، لا انت ممكن تاخدها الى الكولينج تاور. كولينج تاور كل الفكرة ان بيبقى فيه زي مروحة بتشفط الهواء لفوق او بتدفع الهواء لفوق، والمية نازلة عن طريق دش، فالهواء لما بيقلب بالمية السخنة اللي جاية من الكوندنسر بيحصل لها إيه؟ بيحصل لها كولنت، بيبردها وترجع تكمل السايكل بتاعتها تاني. فده بيبقى ميديوم هيد أو ميكست فلو بامب.
هنا بلاتفورم اويل، بلاتفورم يعني رصيف بتاع بترول في قلب البحر، هيبقى مجموعة من المضخات زي ما انتم شايفين اللي بيجيب الزيت من قلب البير بتاع البترول، وده تحت المية، والمنصة دي عايمة أو متثبتة بطريقة ما، مش دي شغلتنا. المهم هيبقى فيه مجموعة كتيرة من البامبس، يعني طبعا في فاير فايتنج سيستم، وفي ووش ووتر بامب، وكولينج بامب، والبامب الأصلية اللي هي بتطلع يعني الزيت بتاعنا هتبقى مالتي ستيج بامب من أعماق كبيرة، يبقى مالتي ستيج سنتريفيجال بامب. لو عايز مياه بقى تسحب مياه من البحر على حسب البريشر اللي انت عايزه، عايز بريشر عالي، عايز بريشر واطي، يبقى برضه هنستعمل مالتي ستيج بامب. يعني هنا انا شايف ستة دي عبارة عن اكزيلري بامبس، يعني بترفع الضغط مقدار معين عشان يقدر يعمل البروسيس بتاعته، وسبعة انجكشن بامب عشان يحقن بيها الابار، ودي قصة بقى في التكنولوجي بتاعت الاويل فيلد. هنا الريفاينري، الريفاينر بياخد الكرود اويل وعلى طول يدخلها بقى على مجموعة هيترز وكوندنسرز، وقصة طويلة عريضة. فهتلاقي عندك بنزين بامب، يعني الكومبوننتس اللي طالعة بقى، البرودكتس اللي طالعة برودكتس مختلفة. يعني أنا عندي كرود بامب اللي هي نمرة 2 أهي، اللي بتاخد الكرود وتدخله على نمرة 7 اللي هو الفراكشنيتنج كولم، اللي هو عمود التقطير أو مرفق بتاع التقطير، اللي هو بيديني بقى كومبوننتس مختلفة. وشايفين انتوا مجموعة من البامبس، يعني انتوا شايفين البامب من أول 2، أدي 1 البنزين اللي طالع ومن التاور، من الفراكشنيتنج تاور بنزين. يعني عايز بامب على حسب البريشر بنستعمل، يعني شايف هنا بستعمل سنتريفيكال بامب. أما نروح ل ريزيدوال أويل اللي هو بقى نمرة 12، اللي هو ده غالبا بيبقى ثيك وبتبقى في الغالب بوزيتيف بامبس. يعني عندي البامب زي ما انتم شايفين، ادي 1، ادي 2، 4 5 6 9 9 11 14، هاي بريشر ريسايكل بامب 16 17، يعني بامبس كتيرة جدا في قلب البتروليوم ريفاينر، زي المجمع التكرير البترول في العمرية أو في أي شركة بترول. ما الديسالينيشن بلانت هو بيسحب مية البحر وبيحولها إلى مية صالحة للشرب. يبقى أنا عايز إن هو أد البحر هوت، وأنت بتسحب المية عن طريق اكسل او نقدر نقول ميكست فلو بامب، لان مش محتاج بريشر عالي، ميكست مثلا 10 15 متر، ويخش بقى على الاحواض وعلى عمليات الديسالينيشن. كان من ضمن الديسالينيشن انا عندي، يعني قال لك نمرة 1 اللي هو السي ووتر سبلاي بامب، بعد كده نمرة 2 البراين. انا عايز اقول العملية بتتم ازاي، الهاي بريشر يعني مثلا لو كان ده ار او، يبقى انا عندي انا هوت عايز هاي بريشر بامب عشان تاخد الميه اللي داخله هنا وتدخلها على الدايفرام بتاعك او على الممبرين وتحولها الى ميه حلوه وميه جزئين، ميه حلوه وميه مالحه. الميه المالحه لسه فيها بريشر، فبنقدر ناخد بريشر ده نستغله في انه يقلل الحمل شويه على الالكتريك موتور اللي بيدور لك البامب الاصليه. فانت عندك مجموعه من المضخات، يعني هاي الاول سي ووتر سبلاي بامب اللي بتبقى ضغطها مش كبير، بعد كده الفيد ووتر بامب للممبرين او ضغطها كبير بيوصل 50 60 بار، وبعدين بعد كده بعد ما خدت المية الحلوة تقدر تضخها بقى للشبكة. وطبعا في كتير انواع كتيرة مختلفة من البامبس. اما نروح يعني هنا بسميها كانتليفر بامب، يعني بتبقى الشافت
طويل بهذا الشكل، وطبعا ده مجرد فرصة للبيرنج عشان يتشال عليها، ده بيت الكراسي زي ما بيسموه، وهنا ادي الامبيلر والدخول من هنا، وادي الدليفري يعني الدليفري برضو يعني دي ترومبة نقالي كده يقدر يشيلها من الإيد دهيت، ويقدر يحطها في أي حتة زي ما احنا عارفين كان زمان تحت الكباري، أو لغاية دلوقتي تحت الكباري بيتجمع مية، فما فيش مانع يجيبها والعامل يحطها في قلب البركة بتاعة المية، وتسحب المية دايركتلي وعلى طول على يرميها على الإيه على الدليفري بوينت. ميزة الترومبة دي إنها ممكن تشيل سوليدز، وكمان ممكن تحطها في بير بقى وتحركها عن طريق ريل، يعني يبقى في جايد هنا وبتتحرك عليه عشان بتحب تطلعها أو تنزلها، وطبعا بتتشال على الحكاية دي بواير أو بروب بتاع حبل غسيل بلاستيك بيعلقها منه على بداية البير. أهو زي ما انتم شايفين المنظر ده بنسميها سميرسبل بامب، وفي الغالب بيبقى عنده محطة صغيرة بتاعت صرف صحي بيستعملها بهذا الشكل. يعني ده الجايد ريل اللي احنا بنقول عليه، ترمبة بتطلع وتنزل عليه، وبعدين هنا كتينة اهيت كتينة تقدر تشيلها منها، وده كابل الكهرباء، يعني كل ده هيبقى غاطس في قلب المية. المفروض سميرسبل بامب بالموتور بكله، بيبقى الموتور بالذات يبقى ووتر بروف. هنا هو دي ديب ويل بامب، وادي الموتور تحت اهوت، الموتور تحت وفي اويل سترينر، وبعدين مالتي ستيج بامب، وبعدين بعد كده المية بتطلع بيرميها في ترعة او حاجة زي كده، يعني ده هي الديب ويل بامب. نروح بقى للسلاري بامب. سلاري بامب زي ما انتم شايفين اللي هي او دريدج بامب، اللي هي دريدج يعني تكريك او كركات، دريدج اللي هي بتسحب ميه مع الايه مع الرمله او مع الطين. زي ما انتم شايفين ادي البامب، وده الكيسينج يعني شكلها غريب شويه نقطة طبعا ده من بره ضخمة، يعني مفيش حد هنا عشان نشوف حجمها قد ايه موجودة الدريدج بامب دي. المفروض انها الحقيقة بتتعمل، لا انا بيبقى بتشيل مية برملة، فبتتعمل من سبائك معينة هارد انها تتاكل، يعني يبقى فيها داخل فيها منكنيز، داخل فيها كروم، داخل فيها المواد اللي هي تخليها فيري هارد، بحيث يبقى اللايف تايم بتاعها كبير شوية عن البامبس العادية. اوكي هنا جاك اب بوستر بامب، يعني بامب موجودة على المنصة عشان تاخد الليكويد اللي جاي عن طريق بامب من الديب ويلز. يعني احنا قلنا المنصة دي بتطلع بترول، بتطلع بترول يا دوبك يوصلوا البامب اللي موجودة تحت في قلب البير، يا دوبك توصلوا لغاية فوق بضغط قليل شوية. فيجي بقى البوستر بامب دي، لان انا عايز اخد البترول ده ابعته القاهرة من السويس، من خليج السويس مثلا، مسافة حوالي 100 كيلو او 150 كيلو، يبقى لازم انا ما اعتمدش بقى على الديب ويل بامب، البامب اللي تحت في البير، انها توصل لي كمان البترول او الكرود اويل للقاهرة في مستورد مثلا او الاسكندرية في الماكس. فاحنا بنعمل ايه بقى الديب ويل بامب، يا دوبك تطلعه لفوق بضغط مثلا 1 أو 2 بار، وتيجي البوستر بامب دهيت اللي فوق على سطح المنصة تضخ لك بقى للخط اللي انت عايزه، تبقى هي مسؤولة عن هنا. ده الشغل بتاع جماعة بتوع البحرية، يعني عنده حاجات كتيرة، الأهم حاجة أنا شايف فيه فاكيوم بامب، وفي عندي كاربو ديشارج، يعني ديشارج ادي بامب تانية هو بتاخد الديشارج بتاع الكاربو وشغالها هو بستيم تيربل، يعني الى اخره، في موجودة في كل حتة. الكاربو دي اللي بتشيل ممكن نقول زي تانكر، يعني بتشيل الليكويد. هنا ادي الديب والبامب تاني، مش هنتكلم فيها بقى تاني، وبرضو الديب والبامب
الديب ويل بامب يعني بيشغلها، بيتحكم فيها الكنترول بتاعها عن طريق هيدروليك سيستم. يعني ادي الموتور هو فوق ويقفل الفالف او يفتح الفالف عن طريق الفلويد سيستم اللي موجودة هنا. كولينج سيستم، سنترال كولينج سيستم، ده دايرة في محطة كهرباء. ما علينا. هنا ماجنوم، دي نوع من أنواع البامب، شركة من الشركات وبتضخ لك أو بتصنع بامب تضخ مية أو ليكويد في أبريسيف أو سلاري فلو. أبريسيف يعني مواد جافة يعني تأكل في المتل. هنا ده المركب اهوت، وفي مجموعه من المضخات زي ما انت شايف هنا، اوكسيلري كوندنسيت بامب، لانه المركب في الغالب فيها، ودي يمكن حامله الطائرات او يمكن مركب فيها. في انواع كتيره من البامبس عشان الاير كونديشننج، في تشيلد ووتر بامب. وهنا البرايم برضو في عمليه تحليه، يبقى البرايم دي حامله الطائرات زي ما انت شايفين، حامله الطائرات مجموعة بامبس، وكل بامب لها الفانكشن في العمليات، حتى مية الشرب، حتى مية الكوندنسيت بتاعت البويلر. دي البويلر روم اهوت، وفي الماشينز كلها اللي موجودة. طبعا الراجل ده اللي هم الجماعة اللي بيعملوا حفر أو كانوا بيوسعوا قناة السويس، هتلاقي عنده بايبلاينز كبيرة والكابلينج اللي بيثبتها مع بعضها. وطبعا آدي بعد ما بيسحب المية بالسوليد بيرميها بعيد، فالمية بترجع تاني للأريا بتاعت المية، والسوليد بتترسب على الشط، بحيث إن هو طبعا دي مجرد حسابات إحنا في غنى عنها. آدي دي هنا هو vertical pump، ما تستعمل في أي application ممكن ك condensate. وهنا دي ال coupling اللي بين الموتور والبامب، وهنا gear box، وهنا عندي أدي دي هي كان بامب. يعني أنا شايف البامب كلها في قلب علبة كان سلندريكال شيب، وبيدخل مية من هنا اهوت، المية بتدخل من هنا في الجاب ده هي، وتخش على الانر، وبعدين تطلع على الفيرست ستيج سكند ستيج على الاوتر، يعني الدخول والخروج على نفس اللاين. ممكن دي تحطها في بايب لاين وتطلع على طول. طبعا يهمني هنا برضو موضوع كافيتيشن، typically used score for condensate سيرفيس، يعني في الكوندنسر. اما نروح للسيفتي، بيقول لك split type pump. يعني ايه split type؟ يعني الكفر بتقدر تقسمه اتنين، تقدر تشيل الكفر كده وتحط بداله، تقدر ليه بتشيله؟ شوف المنظر عشان تعمل صيانة اهو. يعني شوف المنظر الاولاني اهو، شايل النص اللي فوق، النص اللي فوق يقدر يعمل صيانة في قلب البامب او في قلب البيرنج الى اخره، بيسموها سبلت. يعني الكيسين مقسوم اتنين، طبعا بوصلهم بعد كده بمسامير بولتس اند نوتس. يبقى اثناء الشغل كلهم وفي جاسكت بينهم الى اخره عشان يمنع التسرب. وطبعا زي ما انتم شايفين مالت ستيج بامب، وظهرهم في ظهر بعض عشان يمنع، يقلل بقدر الامكان الاكسل فورس. سبليت هاي فلو وميديوم بريشر. اوكي نشوف الثاني، دي فيرتيكال سبليت في النص، عامل لي فيرتيكال سبليت وبرده 3 و2، برده هاي بريشر وميديوم فلو ريت. مش حاجة زيادة برضو الويلنج، من هنا الويلنج رينج عشان نقلل الليكج بقدر الإمكان. الويلنج رينج ماسك
بيقلل الجاب اللي بين الكيسينج وبين الامبلر. اهو ادي الجاب بدل ما كانت 5 6 ملي بقت هنا ملي، كأنه بيعمل ثروتلينج زي حنفية انتقفل. برضو من الناحية التانية في ليكج بيروح بيقلله الستافنج بوكس الموجود هنا زائد الويرنج رينج الاتنين مع بعض. وهنا ممكن الستافنج بوكس او ميكانيكال سيل البيرنجز، يعني من البيرنجز او بيرنجز انواع مختلفة. طبعا السلكشن بقى بتاع البيرنج بيعتمد على الفورسز اللي عندك، سواء كانت ريديال او اكسيال فورس. هذه صورة للبيرنجز، هو الدبل رو بيرنج وسنجل رو بيرنج الى اخره. اوكي، وهنا ميكانيكال ستيل والهاوسينج، وادي ثراست بيرنج. ثراست بيرنج عشان يقدر يشيل الاكسل ثراست اللي على اللي فاضل بقى. عندي هنا 3 من ناحية و2 من ناحية، يبقى فيه لو قلنا كل امبيلر بيعمل لي 100 نيوتن يبقى فاضل 100. 3 هنا 300 وهنا 200، يبقى فاضل 100 من اليمين للشمال. يبقى يجي هنا الاكسل بيرنج، اكسل ثراست بيرنج او الثراست بيرنج يشيل لي اللود ده. ميكانيكال سيل اند بيرنج ده هنقول عليه ميكانيكال سيل، بيمنع تسرب الليكويد اللي احنا بنعمله بامبنج لبره. والبيرنجز ادي اللي هو ثراست بيرنج. ميكانيكال سيل اند بيرنج برضو ادي البيرنج، وادي ميكانيكال سيل عامل دبل ستيج ميكانيكال سيل. وهنا برضو بنستعمل قلنا زي درام او ديسك عشان يقلل كله الستيج كلها في اتجاه واحد، فبيضطر يستعمل بالانسنج درام او بالانسنج ديسك عشان يقلل. ثراست بيرنج احنا طبعا هبدا عليكم في الماشين ديزاين. ادي الشافت اهوت، وادي عليه الثراست كولر، وهنا الفيكسد هاوسنج او بنقول عليه ثراست شوز، هيبقى بينهم لوبريكانت طبعا. ثراست شوز اهوت، انا اشوف صورة اهو، بيبقى عبارة عن ديسك وعليه مجموعة لقم. اللقم دي بيسز يعني، والبيسز دي بتبقى بيفوتد، بيفوتد عشان تظبط امورها. هذه البيسز اهي تظبط امورها بحيث الفورس الاكسل فورس جنريتد باي البيسز دي او من ثراست بيرنج يساوي الاكسل ثراست جنريتد في البامب. يعني ده بيسموه كينجسبيري بيرنج اهو. Thank you very much. أتعشم أن تكونوا فهمتم ال نقول له stop.